من 15 سنة لما كان عندي بس سنتين خبرة بمجال الإنارة كنت من النوع اللي بيعشق هالأشكال، لأنه هي عبارة عن جبسون بورد، الجهاز بيجي طبعا تكلفته كانت عالية، كان بس شركات إيطالية تعمله، وكانت أعشق هذا النوع لأنه جبسون بورد وبيلتحم لما نركبه على الجبسون بورد بيصير كأنه الإنارة من ضمن السقف. لكن اكتشفت خلال بعدين لما تعلمت الإنارة على الصحيح اكتشفت أنه هذا النوع من أسوأ الأنواع اللي ممكن تشوه شكل التصميم الداخلي والمعماري. حنشوف الأسباب ونعمل تجربة بحلقة اليوم عن نوع كشافات الجبسون بورد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، صلوا على النبي. طبعا أنا من خلال خبرتي سبحان الله الواحد مع الأيام بالخبرة بيتعمق أكثر، من خلال خبرتي صرت أقابل كتير مصممين داخلين ومعماريين ويقولوا لي يا أخي ليش إيركو ما عندها كشافات جميلة، ليش ما عندها نوع من أنواع تبع الجبسون بورد والأشياء هي. فصرت ورجيهم الجهاز هذا وقول لهم هذا من أسوأ الأنواع اللي ممكن ندفع فلوس كتير. طبعاً LED بانل أسوأ منه لكن هذا تكلفته عالي والتركيب جداً صعب، وآخر شيء النتيجة عكس المتوقع تماماً. خلينا نعمل تجارب اليوم ووصلكم الفكرة وإن شاء الله تستفيدوا منها، مو بس لهذا النوع حتى لأنواع تاني كيف نختار الكشافات اللي أولاً بتشكل راحة بصرية ومتعة بصرية بدون تشويش بصري. التشويش البصري اللي هو حيكون إزعاج حنتكلم عليه اليوم. قبل ما نعمل التجربة مع بعض خلينا نشوف بعض التفاصيل. هذا الجهاز من جوا لونه أبيض قريب من المنبع الضوئي. اللون الأبيض بيسبب عنصر تشويش كبير. لو أنا ركبته الحل أنه أدهنه أسود، هذا الحل. لكن أنا بصراحة ليش أدفع تكلفة عالية وركب على الجبسون بورد وأدهن أسود؟ في خيارات أفضل. طيب خلينا نشوف الـ LED بانل اللي أنا بحكي عليه. دائما بقول الـ LED بانل بيعمل انعكاسات سيئة على الأرض وبيعمل انعكاسات سيئة على الزجاج، والسبب أنه الضوء ظاهر واللون الأبيض نفس العملية بيعمل، بس الفرق انه الناس مفكره او بعض الناس بتفكر انه هذا شكله جميل بدون ما تنتبه للتشويش الحاصل. البديل الافضل انه دائما عنصر الضوء ما يكون ظاهر بحيث انه ما يطلع الضوء ويشوه الشكل المعماري، والتجربه راح تكون طبعا الكشافات المريحه للعين المنبع الضوئي داخل لجوا بعمق، هذا العمق يعادل تقريبا قطر الجهاز. فإذا كان قطر الجهاز خلينا نقول 10 سنتي، العمق تقريبا 10 سنتي. طبعا الشركات الاحترافية بتقدم يعني عندها حل مثالي. حنقارن اليوم بالتجربة العملية هلأ هذا الكشاف والأجهزة الناشرة للضوء مثل الـ LED بانل والأجهزة اللي حوالين المنبع لون أبيض، ونشوف مع بعض بالتجربة. عندي كشاف العاكس المطفي اللي هو العاكس مثل ما قلنا منبع الضوئي عميق لتحت وبالتالي بشوفه كأنه مشغل. هذا العاكس ما عطى أي انعكاس على الزجاج. خلينا نعمل محاكاة لكشافات الضوء المنتشر مثل الـ LED بانل. الـ LED بانل بيكون عليها ناشر على السطح، هذا الناشر لونه أبيض وأنا طبعا حطيت ورقة بيضة لشوفه صار أول إزعاج إجا من المنبع الضوئي. ثاني إزعاج وهذا اللي ممكن الناس تنتبه له أنه على الرخام والزجاج بيطلع انعكاس، شايفين انعكاس اللون الأبيض. حقيم الورقة وانتبهوا خلوا عينكم شوفوا لما قيم الورقة راح الانعكاس، ملاحظين الانعكاس كان على الزجاج واختفى لما قمت الورقة البيضة. فالنوع المنتشر كشافات LED بانل تعمل إزعاج مباشر وإزعاج منعكس، وهذا الإزعاج المنعكس تشويش بصري. لو عندي 10 داون لايت حيطلع 10 انعكاسات على الزجاج، وبالتالي تخيلوا شكل الانعكاسات على الأرضية وعلى الزجاج بكل الأماكن بينما يكون عندي أنا منظر بدون أي انعكاسات. فدائما لازم نختار الأجهزة المناسبة. طيب نجي نعمل محاكاة لهذا النوع. هذا النوع جنبه في لون أبيض، خلينا نشوف مع بعض هاي التجربة. اللون الأبيض أسوأ من الناشر، ليش؟ لأنه السطح صار قريب جديد كتير من المنبع الضوئي فصرت شوفه بطريقة مباشرة، حتى انعكاسه على الزجاج قوي كتير. لما أنا أقيم الورقة راح الانعكاس. فطبعا خلينا نتخيل أن العاكس من جوا أبيض
وشوفوا شلون الانعكاس جدا قوي، وبمجرد انه شو شيله اختفى الانعكاس. لما يكون انا عندي لونه اسود، وانا دائما بقول عاكس اسود ما في مشكله، لما يكون عندي عاكس اسود لاحظوا ما في انعكاس، الانعكاس جدا خفيف مقارنه مع اللون الابيض. هي اللون الابيض وهي اللون الاسود، وحتى اللون الاسود لما حط اللون الاسود بطريقه مباشره غير مزعج مقارنه مع اللون الابيض. اللون الابيض لما احطه حوالين المنبع يكون مزعج جدا. فدائما لازم ننتبه انه نبعد، ما نختار كشافات لونها ابيض. وحتى لما نعمل تفاصيل جداريه، في ناس بتعمل تفاصيل بتخفي المنبع الضوئي، اذا كانت التفصيل القناه لونها اسود ما عندي مشكله يكون قريب من المنبع الضوئي، بس اذا كان لونها ابيض شوفوا شو بصير، بصير في ازعاج، فلازم انا ابعد. وهي حسابات مدروسه لازم تكون او تجربه على الواقع، بس انا بفضل دائما انه نبسط الامور، ناخذ عاكس اسود، عاكس مطفي، نوع مريح، لانه الانعكاس اللي حيتسبب لي على الرخام والزجاج والاماكن هي راح يبين الشكل الداخلي طريقة بصراحة رخيصة. ومثل ما تتخيلوا، مثل ما ورجينا شفنا المشروع قبل شوي، انعكاسات متكررة بالعشرات حتشوه شكل الزجاج، مع انه اصلا الفكرة انه اتصال بصري مو انعكاسات، يعني مو مخطط لها. على قناتي باليوتيوب اذا كتبتوا انارة قصر الامارات انا شرحت المشروع، وحتشوفوا انه شلون شرحت انه ما في اي انعكاسات على الرخام، كيف اختيار الإنارة مناسبة بينت المشروع بطريقة أنيقة. وحتى اذا رحتوا على الدقيقة، خلينا نشوف تقريبا 4:33 ثانية، حتشوفوا انه مريت فجأة وشفت في 4 نقاط واضحة كان لها انعكاس على الأرضية، لكن الكشافات الثانية ما لها. اللي حابب يتوسع بالموضوع يتابع هاي الحلقة على قناتي باليوتيوب إنارة قصر الإمارات. طبعا بعد الخبرة سبحان الله اكتشفت ان النوع المفضل عندي اللي كنت انا بصراحة من افضل انواع عندي اكتشفت انه غير جيد. طب ليش الشركات اصلا بتعمله؟ الشركات اصلا بهمها تبيع، ومو كل شركة بتصنع هي فاهمة تفاصيل الانارة، لكن المصممين الانارة المحترفين عادة ما بيختاروا هالأنواع، غالبا بيكون مصمم داخلي لسه ما عنده المعلومات كيف هي بتأثر. وأنا على الواقع شفتها، طبعا هي بعد تجربة بعد ما شفتها ومركبة وإلى آخره، شفت أنه في أنواع أفضل وأرخص ممكن نحن نستغني عن التعب هذا وتوصل الإنارة لطريقة أفضل. ومثل ما قلت اللي موجودة عنده أو عنده هاي الحالة ممكن يحلها أنه يدهن القسم حوالين المنبع الضوئي باللون الأسود. أنا ما بيهمني أنه يكون الجهاز من برا لونه أبيض ما في مشكلة، لكن حول المنبع الضوئي لازم يكون أسود. وبالحلقة القادمة إن شاء الله رح نحكي بتفصيل عن فروقات بين الداون لايت وبين الول ووشر والسبوت لايت وتطبيقاتها للي ما سبق شافها من أول. وهي طبعا الصورة من قصر الإمارات، مثل ما قلت في كشافات كتير غير ظاهرة. إلى اللقاء بالحلقة القادمة.